وللحديث عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة في العراق توازيا مع استمرار الفساد وعدم الإدارة الرشيدة للموارد، معنا من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. دكتور، كل عام وأنتم بخير. أولا، جيوش العاطلين عن العمل في العراق تزداد كل يوم، وهذا دليل جديد على فشل الحكومة في الإيفاء بوعودها. حياك الله وحيا قناة الرافدين، القناة التي تكشف عيوب هذه الطغمة الفاسدة التي أتت وجاء بها الحكم العميل، الحكم الاستعماري للعراق. أخي الكريم، قبل أن أدخل بالموضوع، الآن نسمع ما يسمى بالإطار أو بالتاير أو إلى آخره. الآن يشددون على حكومة خدمات، حكومة خدمات. زين، وين كنتوا مدة 19 سنة؟ شنو نشالة كنتوا لصوص؟ جاب إن شاء الله جاب على العراق، هذا البلد الغني بثرواته، بإمكانات البشرية، بإمكانات المائية، بهذه العقول النيرة. اجت هذه العقول التي لم تعرف اي سوى النشل واللصوص وسرقة اموال العراق. هذه ما تفضلت به تكشفه النسبة التي قرأناها قبل قليل في الأخبار. نعم. والتي كشفت عن استحواذ الوزارات الأمنية ومؤسساتها في العراق على 54% من الوظائف الحكومية. أمام هذه النسبة، ألا ترى بأن هناك توجه لعسكرة المجتمع على سبيل المثال؟ عزيزي الأخ الكريم، عسكرة المجتمع مع الأسف الشديد بدأت 2014. من 2014 بدأت عسكرة المجتمع وبيع الوظائف التي تصل قيمتها، قسم منها، إلى 20,000، 25,000 دولار للوظيفة الواحدة. هذه العملية تجعل الفساد مستشري في مؤسسات الدولة. المؤسسات إذا استشرت بها الفساد، فإذن من هو الذي عند الواسطة والمحسوبية والمنسوبية وإلى آخره؟ هم الذي يتعينون، وأولاد الخايبة يكونون في الشوارع يتوسدون. نعم. ويتجولون لإيجاد وظيفة تسد حاجتهم اليومية أو الشهرية. لذلك تكون عدم الاحترام للتخصصات الموجودة للأشخاص، هذه أحد العوامل. والهدف الآخر هو أنه المؤسسة التي أسست لأجل أن تقوم بعمل ما هي غيرت من طبيعتها، لأن اللي معنيين اللي يشرفون عليها ليس لديهم إلمام بمسير العملية. نعم. الاجتماعية. كيف ساهمت إلى جانب ذلك دكتور المحاصصة الحزبية بالوصول إلى هذا الواقع من البطالة؟ تقاسم الكعكة كيف ساهم بهذا الوضع؟ يعني مثلا يقسم للشيعة، مع الأسف يعني للشيعة كذا، للسنة كذا. المشكلة، وأيضا لما يقسمون هذه السنة ما ينطوها للناس الكفؤين، وإنما للمنسوبين، للأشخاص المقربين، للقيادات السنية وكذا. والشيعة نفس العملية، والأكراد نفس العملية. فإذا بلد منهوب، بلد لا يمكن الوثوق بإمكانيته المستقبلية أن ينهض مع الأسف الشديد، بالرغم من هذه الإمكانيات الاقتصادية. الآن ما يقارب حدود بعض المصادر تؤكد أنه بحدود 100 مليار دولار موجودة الآن من ارتفاعات النفط. أنا متأكد والله أعلم أنه جماعة الإطار مستعجلين للوصول إلى الحكومة حتى
يأخذون هذه المبالغ ويوزعوها على أصحابهم أو على حكومة تجار السوء. إذا كأنك تقول دكتور بأن هذا الفساد ليس ظاهرة عابرة، إنما هو فساد منظم، يعني منظم نعم بالورقة والقلم. نعم نعم أخي، شو أكو أحد الكتاب، ما أريد أذكر اسمه لأنه نكرة، ولكن قال الحقيقة اللي كان له دور في احتلال العراق، يقول الكديش، يؤسفني لهذه الكلمة، الكديش يسووه وزير، وإذا يفشل بوزارته يدزوه سفير. نعم. وإذا فشل بالسلك الدبلوماسي يرجع يصير برلماني. وإذا أكمل دورته النيابية وأيضا جدد له مرة ثانية، تعين مستشار برئاسة الجمهورية، وإذا احترقت ورقته ينقلوه ويحملوا له مركز دراسات يسميها استراتيجية، ويقعد يخربط ويا براس الناس إلى أن الله يأخذ أمانته ويخلص. نعم. البشرية منه. واضح. صدر. دكتور، لماذا تصر الأحزاب السياسية أخيرا على هذا الارتهان الاقتصادي في ظل المطالبات والتظاهرات الشعبية المطالبة بشكل مستمر بمقاطعة المنتجات الإيرانية؟ لا يمكن عزيزي، لا يمكن، أن لأن هذه الذيول منه اللي صنعتهم، منها اللي جابت، يعني مريد أسمي الأسماء، ولكن هذا العامري كان أحد اللصوص، أحد الخونة الذي كان يقاتل الجيش العراقي، الآن أصبح قائد في العراق. شو اسمه، نور المالكي، كان دايع، شخص معروف أنه شنو مكانته في سوريا، والآن يقود. نعم. العراق. نعم. وهذا شو اسمه يسموه الشيخ قيس الخيمي، يعني يقول لي الله يخليك، والله واحد يحتقر هذه الأسماء ويستحي حتى أن يذكرها في اللسان. نعم. لأن نكرات. أشكرك. أشكرك. غير معروفة. نعم. أشكرك الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية من لندن الدكتور نعمة الراوي.